بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله تعالى الذي وفقنا للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي الذي يدور الحديث فيه عن القضايا المعاصرة، فمن أهم القضايا التي تشغل إنسان هذا العصر تتمثل في إعداد المعلم القدوة. لذلك جاء هذا البحث بعنوان أسس ومعايير إعداد معلم اللغة العربية وأثرها في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. فما زال التعليم يحتاج إلى معلمين مؤهلين يتوفر فيهم قدراً من أسس ومعايير مهنة التعليم تجعلهم قادرين على قيادة عملية التدريس بكفاءة عالية. فمعظم الذين يعملون في حقل التعليم تخرجوا من كليات لم يتلقوا فيها العلوم التربوية التي تعنى بإعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم لممارسة مهنة التعليم، لهذا يفقد معظمهم الأسس والمعايير التي تستند عليها هذه المهنة، وهذا يسبب كثيرا من المشكلات لديهم عند ممارسة مهنة التدريس. فيجب تدريبهم قبل مزاولة مهنة التدريس وأثناء ممارستها. ويهدف هذا البحث إلى وضع هذه المعايير كأساس لكل معلم حتى يتمكن من مزاولة مهنة التعليم بشكل أمثل ومرضي. فالمعلم الذي لديه قدرات لغوية ومهنية وثقافية كافية يستطيع التأثير على طلابه وتحصيلهم العلمي، وهذا ما دعا إليه علماء التربية. وتأتي أهمية هذا البحث حول تأكيد الأمور الآتية: أولاً، إلقاء الضوء على المعايير الأساسية التي يجب أن نستند عليها في تأهيل معلم اللغة العربية والتي تعنى بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. ثانياً، تأكيد دور المعلم في العملية التربوية والتعليمية، فلا يمكن تجاوزه في عملية بناء قدراته العلمية والمهنية والثقافية التي تعينه في أداء واجبه. وأخيراً، أشكر القائمين على